الو هاد الناس هادو كنقول لهم بانه انا دابا سي فغي الحمد لله كنتريني في صال واعرين، ولكن شحال هادي ما كانش عندي الامكانيات، ما كنت بحال هادوك الناس اللي كينتقدوني دابا، وخدمت على راسي وسهرت الليالي وضربت التماره باش وصلت لهذا الشيء اللي وصلت ليه، وليت نقدر انني نتريني في صال واعره. اللي بغيت نقول لهاد الناس ديروا بحالي، خدموا تانتوما وضربوا تماره باش تانتوما توصلوا لهذا الشيء ربما اللي وصلت ليه ولا احسن ولا اكثر. الرياضه انا شحال هادي ما كانوش عندي لي مويان باش نقدر نمشي نتقيد في انسال، كنت كنفيق في الصباح كنمشي نجري في واحد الجرده حدانا، كنجي كندوش وكنمشي للمدرسه صافي، ولا كنمشي للبحر حدانا البحر كنتعلق في واحد الميطير كيسميوه الناس ديال بورغون وهذا غيعرفوه، كندير سيونس ديال السبور تما. الحاجه اللي بغيت نقول الرياضه ما مرتبطاش بالماده، تقدر دير حصه رياضيه بلا والو وخدم وجري من مورا الحلم ديالك وحقق اهدافك باش تزيد تحسن وضعيتك وتقيد في ديصال واعرين. وبرنامج كي كنتي كيوليتي ولا من 15 يوم 15 يوم، ماشي 15 يوم 15 يوم، ولا هو اسبوع لا اسبوع وكل 15 ولا اسبوع لا اسبوع علاش؟ لانه الثقل ديال كي كنتي كيوليتي صعيب، ثقيل بزاف، برنامج اللي فيه 6 ديال النجوم وبرنامج اللي كيخصو بزاف ديال لا بريباراسيون، حنا جربنا موسم كامل ديال كل اسبوع وتكرفسنا فيه الصراحه، يعني كان صعيب التحدي مي درناه. هاد لا سيزون هادي قلنا غادي نمشيو اسبوع اسبوع لا باش تبقى لنا فرصه اننا نزيدو نخدمو اكثر على البرنامج ونزيدو نطوروه اكثر ونزيدو يكون في انتظارات ديال المشاهدين. الوغ جبتي مثال ديال دنيا باطمة، دنيا باطمة ما عاودتهاش بزاف، درتها جوج ديال المرات، والمرة الثالثة كانت في إطار أنشرح لك. أولا عرضت على دنيا الحلقة الأولى على أساس أنها دنيا باطمة، الحلقة الثانية اللي عرضت عليها المرة الثانية اللي جات عندي جات في إطار حلقة خاصة بالأزواج، جات هي ورجلها. الحلقة الثالثة جات في إطار حلقة خاصة بماستر شيف سيليبريتي، يعني كاين لو تيم كاين الإطار، كاينين ضيوف وحدين أخرين اللي دازوا معايا أكثر من دنيا باطمة، وبنادم ما تيردش لهم البال. دنيا لانها بتدخل في الواجهه لانها معليها الاضواء، هذاك الشيء علاش بنادم تيشوفها وتيرد لها البال. مي شوف هذا النوع من البرامج فاش يكون عندك 6 ديال النجوم، انا نعطيك تحدي انت دابا اعطيني 6 جداد ما عمرهم دازوا، ماشي ما مركزاش واخا تركزي صعيب 6 ديال النجوم في حلقه واحده كل اسبوع، حنا راه واخا هكاك راه قلال. الوغ ماشي هشام سري اللي ما كيستضفهمش، علاش ما يكونوش هذوك الفنانين اللي ما مسالينش ولا عندهم شي التزام ولا ما باغينش يجيو للبرنامج؟ فهمتي البرنامج كي كنتي كيوليتي مفتوح للجميع الفنانه، وانا كنتحمل مسؤوليتي في هذه الهضره، اي واحد بغى يجي مرحبا به، ودوزت كاع الفنانه من كاع المناطق بكاع الاوزان بكاع الاشكال. بالعكس اللي تيبغي يجي عندي مرحبا به كنكبر، ولكن كاينين الناس اللي ربما حيت حنا كنصوروا ما كنصوروش ديما، كنصوروا دي سيسيون مثلا اسبوع كنصور فيه 6 الحلقات، فهذيك الاسبوع ربما الفنان اللي بغيتي انت ما غيكونش مسالي عنده التزام فما ما غنجيبوهش، واش فهمتيني؟ دونك كاينين اكراهات اللي كيتحكموا في شكون الضيوف اللي غادي يجيو. شكرا مرحبا. شكرا.